ما شاء الله اليوم الفي اي بي بوكس من سوق المزارعين، في كتير 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 خضرة عبت الطاولة كلها. ماي جاش، اللون والشكل بعقيد. الفواكه don't get me started. انا الفواكه على طول بجيبها من الجزيرة. This is even better. Quality and taste تبع الفروت is supreme, superior. النوعية تبع الفواكه من أفضل ما جربت بالبحرين. ممتاز ممتاز. 3 باكيجات فيكم تختاروا من هون. الفي اي بي اللي هو بيجي علبة الخضرة كلها مع سلة الفواكه مع النبتة على 30 دينار. في الباكيج الجولد اللي بيجي النبتة مع الخضار على 25 دينار. وفي السيلفر يلي وبس صندوق الخضار بروحه 20 دينار. I really like الفواكه though. عن جد like الفواكه is essential. اوكي النبتة كيوت وحلوة وهيك، بس guys you gotta have like the fruit. الباسكت فيكن تشتروها بروحها على 7 دينار. الفيجي بوكس ترى it's huge huge. انا طاولتي كبيرة huge table ترستها بالكامل خضرة. ف definitely it's worth it. ونوعية مرتبة والكمية حلوة. It's a very nice box. إذا حابين تهدوا هدية لحدا، you can see your mom, you can see your friend. I feel like this is something that they will use. بنفس الوقت نحن بنكون عم نشجع أو سوق المزارعين.